بالنسبه للطريق الجديده اللي دارت دابا حاليا بالنسبه مزيان، هي مزيانه فحال حاجه، مزيانه بالنسبه للناس اللي عندهم اتجاه ديال الرباط، الرباط المحمديه عين حروده مزيانه ليهم. اما بالنسبه لعدم اتجاه ديال الطريق ديال اللي ساس فاولا جديده ولا سميتو، هذه خاص تمشي حتى للفوق وعاد ترجع عاوتاني للطريق الاخرى، اذا كاين شويه البعد، هذا هو الاساس اللي كاين. انتم كسائقين عندكم واحد المشكل هو البوابات ديال الميناء، دابا كتلقاو فيهم واحد الاكتظاظ كبير وواحد المعاناه، واش ممكن تهضر لنا على هذا المشكل اللي كتعانيو منه؟ بالنسبه للبوابات ديال بالنسبه للباب باب 4 وباب 5، اذا في العشيه مثلا راك عارف مع رمضان في العشيه تيكون واحد الاكتظاظ بزاف، وكنتمناو بحال يعاودوا يطلقوا لنا باب السهاده باش بنادم باش يكون ما يبقاش هذاك لومبوتياج بزاف في باب 4، هذا هو المشكل اللي عندنا دابا. الاسباب اللي ديال الاكتظاظ شنو هو بالضبط؟ اسباب دابا بالنسبه للشارج كيجيك مثلا البونته العشيه كتشد البونته لديك الجوج تقريبا ولا الثلاثه عاد باش كتشارجي، فهمتي؟ ماشي زعما كتشارجي مع الصباح وكتخرج بحال كتخرج من المرس، هذا هو اللي تيخلي لومبوتياج، هذاك التعطال ديال البون اللي كيجي كيخرج مع الطرون اللي تيخرج من الترونزيتير، هذا هو المشكل اللي تيوقع. بالنسبه للحلول اللي انتم كسائقين كطالبوا بها، يعني واش كتعرفوا الحلول؟ الحلول هو يديروا حل، تفتح هذا الباب، هذا الباب الساق باش يكون واحد شويه ما يبقاش هذاك الاكتظاظ بزاف، هذا هو اللي كنتمناه هنا. يعني لا تفتح الباب الساق يكون لا تفتح الباب الساق بالنسبه تعود تخرج مثلا الكونتينير ديالك وتعطي البون راه مزيانه كتنفس شويه الطريق، دابا ولات هذيك تما عامرك بنادم اكثر اللي كيفطر تما حتى المورا فطور عاد باش كتخرج شويه صعيبه بزاف، هذا هو اللي كاين. شكون كي جاتكم الطريقه هذه اللي داروا دابا؟ الطريق بالنسبه للمخرج ديال باب الساق راه مزيانه. وبالنسبة لباب 4؟ الباب 4 دابا ولا فيه اكتظاظ بزاف والسيركيلاسي كثرات في باب 4، ومازال ما داروش شي حل باش تخدم هاد الطريق نيت رسميا، مازال ما خدماتش يعني رسميا. يعني شنو الحلول اللي تطالبوا بها مثلا؟ باش نقول لك الحلول، انا بالنسبة لي تخدم هاد الطريق يتفتح باب 6 يعطي بونت صورتي. بالنسبه اللي تيقول لك الدراري اللي غادي الجديده ما مناسبهمش، علاش؟ وهي الا جيتي للواقع ما مناسبهمش ديال الاتجاه ديال الجديده وديال مراكش والسطاش وداك الشيء ما مناسبهمش. كتزيد عليكم في الطريق ولا؟ وراه كتزيد الطريق، راه كتزيد تقريبا واحد 25 كيلومتر. يعني هاد البوابه السا واش تخرجوا منها عادي ولا باقا ما فيهاش الخروج؟ لا مازال ما فيهاش خروج، كتخرج منها خاوي. انا بغيت تخرج عامر تخرج، ما كاينش فيها الديوانه ديال الصوت. يعني تدخل عامر؟ لا كتدخل عادي وتخرج عادي خاوي. دابا الباب الوحيد اللي كاين في كازا الرسمي، الباب الرسمي هو باب 4 وباب 5. يعني هادشي علاش كنشوفو فيك الاكتظاظ؟ هادشي علاش كنشوف. رسالتك الاخيره كسائق صغير زوين. واش نقول لك خويا، بالنسبه لي هم يديروا حل، يديروا حل اللي تلقوا باب 6 وخليوا باب 4 تلقاو بجوج. يعني غادي ينفسوها؟ غادي ينفسوها شويه. تبارك الله. دابا ما تالقينش باب 6، باقي اقتصاد بزاف، الزحام على باب 4. تبارك الله.